يعني يعني كل سنة وانت طيب كده. صلوا على النبي. سلام. النهارده هنجرب حاجة، كل الناس خلاص خلصت الضجة بتاعتها وكده، احنا بقى ايه هنشوف بنقلع الكلام. كده في الآخر. هنشوف الكلام ده حقيقي، يعني الناس اللي عملوا بقى ضجة نص داستا وبرندات تانية بتاعت اكل كده ظهرت وده خطير وده بتاع، فهنشوف نجرب معاكم ده حقيقي ولا لا. والحمد لله احنا محدش لسه عارفنا ولا اي حاجة، فبناخد زي بنقول اي حد الحقيقة، يعني احنا بنقول بالظبط. رأينا بجد، والحاجة هتطلع حلوة ولا وحشة ولا نص نص ولا ايه الأفضل. بالظبط، وتستحق التكلفة عشان كل الحاجات بقت غالية جدا. فعلا لما بنلاقي حاجة أقل من 100 جنيه، فاحنا بادئين احنا هنبدأ اساسا بالرينج ده يعني. بالعروض، يعني اهم حاجة العروض دلوقتي. هم عاملين عروض عشان يبقى قدام المحل عدد كبير جدا ويبان ان هو حاجة واو، ولا دي عروض تستحق؟ أكتر حاجة شدتنا عروض اللي هي 88 و99 و111، تمام، شايفين؟ فهنشوف. فالأسعار لحد ما معقولة قوي. احنا اخترنا ده بوكس اسمه بوكس 111. قعدنا طبعا نلعب رفة ونلعب قد ملك وكتابة لغاية ما نعرف قد ما ايه احسن استقرينا. حاجة. تمام، ده ف ده مكوناته: شاورما لحم هامر، شاورما فراخ هامر، كبسولة، آيس كوفي. يلا بينا. انا عجبني اوي حوار انت الايس كوفي. الايس كوفي افتح حاجة حاجة، هو تغليفهم تغليف فنادق بأمانة، تغليف التغليف رائع، 10 من 10. خلينا ما ننتهي. وانا بخاف جدا من التغليف الجامد ده، يعني بحس ان التكلفة بتاعته على حساب الساندوتش، فتعال نجرب. حاطين وايبس ومناديل بس كده. بصوا الشنطة يعني تحس البوكس ان انت خطير البوكس يعني. هتاخده المدرسة. ليه؟ فرحة بعد جوع، عاملين سمايل فيس كده. لا الشكل ده قدامك فرحة من بعد جوع، يعني حاجة زي اللي هو الشبع من بعد جوع. شبع من بعد جوع، والله مثل صح. احنا هنجيب طبق بتاعنا، مع ان التغليف حلو بس نجيب طبق نطلع حاجة حاجة. ممكن تطلع هنا بقى. بسم الله، ان الموضوع صعب شوية. احوست السودا يا نعم، هو لزق تقريبا. السخونية بتاعته لازم، هي الكمية يعني. ثانية ثانية، طب ثواني بس. دي الكمية بتاعته، كمية حلوة. وده الفراخ، شكلهم حلو بصراحة، يعني الكمية اللي محطوطة في الساندوتش حلوة. يعني لا عجبنا ال يعني كويس اللي احنا الشوي اخترناه والحاجة. برضه بقى. شوي ايه؟ قصدي الحشو. الحشو. شوي ايه؟ اصل انا بموت في المشويات. لا والله شكله جميل، يا رب بس طعمه يطلع حلو، بس الحشو صراحة حلو. لا محطوط فيه كمية حلوة. هو انا ليه حسيت ان احنا لما نجرب المنتجات اللي الناس بتأفور فيها هنتخدع خداع السنين بقى، ونقعد نقول حسبي الله ونعم الوكيل، ايه هو ده اللي ايه يا جرى؟ يعني اساسا العرض ده كله ب 111، تمام؟ بصوا انا ممكن اروح في كافيه عادي اشرب ده ب 111. ب 111 بالظبط. انا حبيت. ايه ده؟ لا ثانية ثانية، اهم حاجة كبسولة. لقيت مولود صغير واقع في حتة. ايه ده؟ كبسولة، ما هي دي تقريبا، دي عجوة او تشوكلت. دي عجوة، دي حاجة كده اللي هو ايه، حاجة بتحلي بيها مع حاجة الايس كوفي كده يعني. يعني كل سنة وانت طيب كده. عجوة مسمينا كبسولة. صح. لما ندوق هندوق، يلا بينا كله هندوق، ندوق. وعلي صوتك كده يلا يعني، ماشي، هات سكينة. جيب سكينة. لا ده احنا متجوزين، انتوا ما تعرفوش التقسيم ده. صلى على النبي كده. بس بصوا يا جماعة، لا حاطين حاجات حلوة. مش هنكبر الموضوع طبعا ونجيب المسطرة دلوقتي اللي احنا بنقيس بيها والكلام ده. ايه ده؟ لا 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 لا، في لوز في الكبسولة، في شغل، مش أي كلام، مش أي كلام. والله حلو. والله حلو. يلا ده الايس كوفي، احنا نبدأ بالايس كوفي. الله، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت لك محتاج تلج. لا هو طعمه غريب نجرب التلج عشان ما يقولوش ان احنا ما جربناش كل حاجة. ادي ايس. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي كده. عليه الصلاة والسلام.
مش حلو الايس كوفي. يا ريتنا ما اول حاجه ما طلعتش مظبوطه. يعني لو هندي تقييمات ده انا مش هدي له واحد. وحش قوي كانه حاجه متخمره كده زي ما وصفت. يا رب يطلع الباقي كويس. هنجرب الفراخ ولا الشاورما الاول؟ يلا الفراخ. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الكميه حلوه جدا. حاطط حب كميه حلوه. بسم الله. جميل خطيره بصراحه رهيبه تحفه 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 تحفه. مهما قلت مش هيتقال. لا لا جميلة جدا 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 جدا. وكلها لحمة حتى ما فيهاش يعني هو كل اللي فيها خضرة. طب احنا مش المفروض نقول كده لما ناخد فلوس من اعلم؟ طب احنا بنقول حلو جدا. جميلة جدا مش محتاج يعمل اعلانات. روح جرب بجد. جربوها مع بيبسي كولا اي حاجة بدل الايس كوفي. اي حاجة بدل الايس كوفي بس شاورما فراخ خطيرة بوم. خطيرة. ادي اول حاجة يعني نديها 10 من 10. تستحق. ممكن اكتر كمان من 11 من 10 15 كده يعني. اللحمة بقى يلا ندوق اللحمة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة بس الفراخ احلى صح؟ انا عمري ما تخيل ان اقول الكلمه دي. فراخ عمري في حياتي ما تخيلت ان انا اقول ان فراخ شاورما فراخ احلى من شاورما اللحمه. لا الفراخ لا. طب انا كنت مديك النص الاكبر في الفراخ. في الفراخ يلا الرايح. اخد قطمة بقى. جماعه الفراخ خطيره. الفراخ جميله جدا. نروح بس بص عشان يعني يبقى في مصداقيه. والله احنا ما حد مدينا اي حاجه احنا مش معروفين اساسا. بس بجد روح قول له بس على السندوتش فراخ فراخ تمام. ولو طلع وحش اكتب لي اكتب لي بس عشان انا ممكن اشيل ده ذكرى. اي حد يقول لي وحش اسخنه له اسخنه له وادوقه له. بجد جميل تحفه تحفه. لا الفراخ ياخد 10 من 10. اللحمه جميل بس اللحمه حلوه قوي برضو بس الطبيعي. بس الفراخ احلى يعني. تخيل لما الشاورما اللحمه حلو طبيعي بس شاورما الفراخ انا ما دقت زيها لغايه دلوقتي. يلا ندوق الكبسولة. كبسولة معمولة بشغل عالي فيها بندق ولوز يا جماعة شايفين. وكل ده ب 111. ها بسم لا الله يعني صارفين. بصوا هي عجوة مع المكسرات جميلة جدا حلو قوي. احنا هنجيب العرض ده. لازم نجيبه تحفة. احنا كنا بنجرب بس نشوف دوت لو طلبتوا ميه معدنيه هيبقى احلى احلى يعني. الايس ده تقريبا هيترمي بصراحه يعني ما حدش هيشربه لان طعمه وحش. اطلبوا ميه بس ميه ولا يفرق ولا يفرق في اي حاجه من الحاجات دي. الفراخ الفراخ خطيره. اللحمه جميله. الكبسوله دي طعمها لذيذ قوي. حاجة جديدة انا اول مرة اجرب حاجة زي دي. متكاملة يعني 111 فعلا. على فكرة انا عامل الفيديوهات دي ان انا اطلع اقول ان الحاجة مش زي اللي هي كانت ما عرضينها لينا او كده. بس فعلا ما مش حاجزة. قصيرة بجد بجد مش ازاي حاجزة. حلوة كده تحفة. لا لازم نجربه. الفرع اللي احنا جربناه الفرع اللي في التجمع مصطفى كامل شارع مصطفى كامل تمام. هو ده اللي احنا الفرع اللي جربناه. عشان بس احنا ممكن يبقى فرع تاني الناس جربته مش احسن حاجه بس الفرع ده الشاورما الفراخ ده خطيره. الصراحه اللحمه حلوه جدا.